موضوع جديد مع أخصائية الإتيكيت نادين داهر، واليوم موضوع له علاقة بالأعمال، بزنس لانش إتيكيت أو إتيكيت غداء العمل. صباح الخير نادين. صباح الخير، شو هالحلو هيدا اليوم؟ مرسي. هيك كتير فرحة وكتير بيشبهك. عيونك حلوين. نادين، موضوع جديد اليوم يمكن نحكى فيه ببعض الأحيان ولكن ما دخلنا بتفاصيله، غداء العمل أو إتيكيت غداء العمل يلي يمكن ببعض الأحيان عم بينخلط شوي. صحيح. او عم بيكون اكثر بيتحول ل يمكن اجتماع او لجلسه مهضومه مش اكثر. فكره الغداء العمل او عشاء العمل، يعني بزنس لانش اور بزنس دينر، دخل عن جديد على اذا بدك عالم الاعمال. وهون وقت اللي بنشوف قديش تاثير الاتيكيت او تاثير الحياه الاجتماعيه على حياه الاعمال. ليش نحن اليوم عم نحكي على شيء اسمه بزنس لانش؟ يعني قرن البزنس مع اللانش هو غريب. بالعاده لانش از سوشيال ايفنت، هو شيء خاص، شيء اجتماعي، هو عمل نحن بنعمله، بناكل ببيوتنا، بناكل بالمطاعم، بس ما بيكون في العمل هو اذا بدك سيد الموقف. ونادين هون هيك بحب كمان هيك عقب شوي على كلامك، قول قد ايه كمان الاتيكيت عم بتكون مواكبه وبتطور مستمر مع كل التطورات اللي عم بتصير، ان كانت بعالم تكنولوجيا او بعالم الاعمال او حتى بالسوشيال لايف، يعني بشكل عام. اكيد هو الاتيكيت كمان مثل ما قلنا علم متحرك، ويجب ان يتحرك مع تحرك المجتمع، مع حركيه المجتمع. لهالسبب نحن كل ما يصير معنا اي شيء بنحب انه نحكي شو الاصول تبعيته او كيف بنتصرف في حال انه نحن اضطرينا نعرف القواعد الاساسيه. نعم. امتى بنعمل غداء العمل؟ غداء العمل لا يجوز الا مع اشخاص بيربطك فيهم صله عمل، يعني ممكن يكون كوليج او ممكن يكون شخص انت عم تظهري معه بزيت الشركه، او بالعاده بيكون مع عميل للشركه، مع حدا بدك تكرميه، فالشركه هي يلي بتنتدبك لحتى تعملي هالتواصل الاجتماعي. العلاقات الخارجيه مش علاقات الداخليه داخل العمل. صحيح. وتبين انه وقت اللي بيعزموا العملاء كثير عم بيكون في هيك تواصل جيد مع العميل، عم بيكسبوه اكثر، عم بيكون في مردود من هيك، حتى الشركه هي بتدفع الفاتوره وهي يلي بتشجع. وانت عندك بادجت لهيدي الاعمال، خصوصا عم نحكي على سينيور مانجمنت وما فوق، لانه بيعتبروا انه انت وقت اللي عم تاخذي هيدا العميل على مكان شوي بيكون فيها راحه، بيكون في تواصل، بتحكوا كمان على الحياه الشخصيه، بتحكوا كمان عن ارائكم، بتعرفي البريفرنسز تبعيته، شو بحب، بحب السيارات، بحب ما بعرف انا بحب شو ما كان الاشياء اللي بحب يرتاد عليها، اي محل بحب يسافر، فبيصير في نوع من البوندينج، بيصير نوع في من التواصل بيناتكم، وهيدا بيسهل اذا بدك، اذا كان عندك اي برودوي بدك او اي منتوج جديد بدك تبيعيه، عم نحكي هون طبعا على البنوكي، كثير كمان بيسهل انك تحكي فيها بهيدا الوقت، حتى اذا كان في مناوشات، حتى اذا كان في مفاوضات، كمان استعمال هيدي الوسائل اللي هي كتير مشروعه لحتى تخفف شوي من حده يعني المكاتب، لانه وقت اللي بتلتقي مع شخص بالمكتب في وقت محدد، في احاديث سريعه بتصير، في ايه وفي لا، وفي ضغط من طبعا في ضغط بدون شك. فاذا خلينا نفوت دغري مباشره، وقت اللي انت بتعزمي عميل او بتعزمي شخص اخر على غداء العمل، يجب اعلام الشخص انه هيدا غداء عمل، خلينا نلتقي على بزنس لانش. إذا في أي شيء بتحبي تتحدثي فيه أنت وياه، بتقدري تطلبي منه هيدي العزيمة، وبتكون كان بالإيميل، كان بالتليفون، أو كان بكل الوسائل يلي نحن نعرفها. هلأ نحن رح نحكي على one to one، يعني رح نحكي بس على الشخصين، مش الشركة وقتها بتعمل حفلات أخرى.
بنخصص لها حلقه ثانيه. فاذا انت بتلفني للشخص بتقولي له انا حابه اعزمك على جمعه الجاي امتى عندك وقت، طبعا هو بيشوف الاجنده وهيدا اجمالا بيكون بوقت العمل، يعني محسوب على وقت العمل، ولكن المده تبعيته بتكون اقصر من الغداء الاجتماعي، يعني انت وقتك مش لك انت، هذا يعني وقت يعني بين الساعه والساعه ونص ماكسيموم هي فتره الغداء اللي انت عندك اياها. ويجب انك تنتبهي لانه يكون الشخص بوقته هو، يعني حسب قوانين شركته اجمالا نحن بنخلي هو يقول انا عندي وقت مثلا من الوحده للتنتين ونص او من الوحده للتنتين، واختيار مكان يكون قريب من مكان عمله لحاجتك، يعني دائما اللي يكون هو بحاجه للاخر هو اللي بيعمل هيدي التنازلات. نعم. فاذا انت بيكون مكان قريب له، او اذا هو بحب عنده بريفرنسز او بحب عنده افضليه، وهون كثير مهم على الشخص انه يتعلم اول مره ثاني مره، ممكن حتى نأيد انه رانيا بحب هالمطعم، رانيا اشقر بتحب تنقول المطاعم تبع الفريدومير تبع البحر او الباستا او التلياني شو ما هيدي من الخبره. فاذا هيدي الامور يلي هي بتصير انك انت تعرفيها لحتينا بعدين تصير تقولي له يي لقيت مطعم كثير حلو خلينا نروح نجربه سوا. نادين سؤال ايضا عن كلفه المطعم، يعني كيف بيتم الاختيار حسب يعني الكلفه؟ هل الشركه اللي بتحدد او بننجبر نلحق ذوق الشخص كثير مهم انه نعزم على مكان نحن بنعرفه ومجربينه قبل. غلط انه نعزم على مكان نحن ما مجربينه، لانه انت العزيمه هيدي اجتماعيا ومهنيا، لانه اذا انت عزمتي على مكان انت ما بتعرفيه هي مثل كانك انت جبتي طباخ لعندك على البيت منك مجربتي. فاذا انت مسؤوله عن خيارك. ما بتجربي بعميل، بتجربي بصديق، بتجربي بالاهل، بتجربي باصحاب، بس بالعمل لا، بتجربي مكان بتعرفي خدمته حلوه، بتعرفي انه اسعاره مقبوله لإلك للشركة كمان لحتينا ما تنصدمي، بتعرفي انه الاكل كمان طيب، ومن هون بتقدري تعزمي عليه. ومرجع بعيد هي بعدين بيصير في عندك داتا، يعني والرجال الاعمال هلا اذا عم يسمعون يمكن اكيد بمكاتبهم بيعرفوا انه حتى السكرتيرات او البيرسونال اسيستنت بيعرفوا لوين بيعزموا وعلى اي مكان، وبيعرفوا انه الخدمه هونيك بتكون كثير سريعه وبتكون كثير جيده، لانه اكيد اخر شيء بدك اياه انه يصير في عندك اغلاط إحراج. من احراج من قبل المطعم. ثاني شغله، نحن مش غلط اذا كان عندنا بادجت معين نقدر نحدد مع المطعم انه نحن بدنا هالقد، او نحن بيعملوا بالنهايه مثل يعني بيعملوا اوفر، بس انا بقول انه اذا كان عندك عميل كثير مهم لا يستحسن انك انت تترك العميل يختار يعني يختار الاشياء اللي هو بحبها. هلا نحن بنعرف انه فيما يختص الكحول كمان ما في داعي ابدا انه ينشرب يصير في مشروب على يعني كحول، لانه انت بدك تكفي نهارك. فاذا كان في كحول يعني بده حدا يشرب، كمان نعرف كأنه الشخص بيشرب كحول او لا، اذا هو ما طلب انت ما بتطلبي. إذا هو طلب صحنين، إذا هو طلب أنتري وصحن أنت بتطلبي أنتري وصحن، ومش المكان الوقت المناسب لحتين تقولي له سوري أنا عاملة دايت. أكيد. فأكيد أنت بتختاري شيء حتى لو ما أكلتي، يعني ممكن تطلبي أكثر منه ولكن مش مفروض مش تطلبي أقل منه. صحيح. ممكن ينطلب أكثر. وبعدين كتير ضروري أنك ما تفرجي أبدا نهيمة، يعني تكوني نهيمة أو شريهة، أو أنت قاعدة هوني مش للأكل، أنت قاعدة صحيح بدك تاكلي ولكن أنت هوني لحتينا مثل ما بنقول تكوندكت بزنس، لحتينا تتحدث وتحكي أنت وياه. فيعني الله بيساعد، إذا كان هو ما بيحب الأكل وأنت كثير بتحب الأكل تشوف الصحون عم تمرق من قدامك وتروح، لأنه مش دائما رح يكون في عندك بتغدى قبل وبترجعي لحتى تركزي أكثر على العمل وأنت راجعة بتاخدي ساندويش. مزبوط. نادين عنا بعد دقيقة، بما أنه ذكرتي الأحاديث الخاصة شوي، صحيح قديه ممكن ياخد من وقتنا أو قديه ممكن نتمادى بهالحديث؟ طبعا هالحديث ممكن يخلينا نتعرف على الشخص أكثر، أي نعرف طريقة أفكاره تفكيره ونحله شوي يلي بيفيد
يفيدنا بالعمل، ولكن لوين ممكن تروح؟ هلا طبعا شخصي مش معناتها كم ليش مطلع وليش رحت وليش يعني هدول امور ابدا مش منفوت فيها. شخصي از بريفرنسز، يعني وين بتحب تسافر، ليش هالبلد، شو عندك، اي مناطق بتحبها، يعني هيك شيء، شو هوبي تبعيتك، قراءات مثلا جديده. انما منبلش البزنس، منبلش حديث بالبزنس كل الوقت إذا بدنا، طبعا مش من أول ما بنقعد، خلينا بالأول هيك نعمل مثل محادثات صغيرة بيننا وبين بعض to break the ice، ونرجع وخلينا نحس حاله أنه طلع من المكتب رجع فات على المكتب. منبلش فعلا حديث سيريو هو بعد المين ديش، يعني بعد ما يكون إجا the main dish. هيدا فينا نطلع notes إذا بدنا نكتب لحتى نعمل wrap up، يعني منجرب أنه نعمل تلخيص لحتى نبعت الإيميل. وهون بدي أذكر، صحيح خلص الوقت، بس هون بدي أذكر أنه من بعد الغداء يجب إرسال إيميل بيعمل فيه تلخيص عن الغداء، ونعمل سي سي كمان على البوست تبعنا إذا مضطرين، إذا لا لحتى يكون الشخص اللي بوجنا عارف أنه هيدا الغداء ما كان بس هيك تضيع وقت، إنما كان في فرق بين الغداء والعشاء أو زيت الرز. بنحكي عنه لكن بحلقة جديدة. شكرا لك نادين داهر. رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بننتقل لنيتشر مع مارك بيروتي.